كابتن عادل، ماتش النهارده قدام فريق بيلعب في الممتاز به. النادي الاهلي والمباريات اللي فاتت في كاس مصر كانت كلها ضد فرق في دوري الممتاز به. المباراه الاولى كانت بني سويف وكسبنا 3-1، والمباراه الثانيه كانت ترسانه 2-1، على العكس من ابو قير الاسمده. المباراتين اللي لعبوهم في الكاس كانوا ضد الانتاج الحربي دوري ممتاز، وحرس الحدود قبل ما يهبط دوري ممتاز. ماتش النهارده ناس كتير متخيله سهل، ولكن لابد من الحرص فيه. خليني اقول لك كابتن، من اصعب المباريات اللي تعدت على النادي الاهلي الموسم ده، يمكن في مباريات في افريقيا دي مباراه اصعب منها. ليه؟ ماتش النهارده طبعا. ليه؟ عشان التوقيت بتاعه. انت هتلعب يوم الجمعه فاينل افريقيا، دي واحد، فالوقت صعب جدا. الوقت النهارده صعب جدا؟ طبعا، فوق ما تتخيل. طيب، لأن نكمل كلامنا بعد الفاصل. بعد اذنك كابتن عادل، اتفضل. فاصل ونواصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكان قبل الفاصل بيتكلم الكابتن عادل عبد الرحمن على صعوبه مباراه اليوم. كابتن عادل اتفضل. يعني يا كابتن، انا بفكر، لو انت مدرب قاعد دلوقتي بتفكر، هتفكر في المباراه دي ولا في مباراه الجمعه؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، هل انت التفكير بتاعك في اللعيبه، هتعمل ايه في اللعيبه؟ اللي عندك نقص، عندك لعيبه جايه من منتخب، عندك مباريات كنت بتلعبها وبعدين قعدت فتره طويله، فالتوقيت صعب جدا. اللي عاوز يعمله المدرب من وجهه نظري النهارده، ان هو لازم يتلغي دماغه من مباراه افريقيا، وفي نفس الوقت لازم يفكر فيها ازاي طبعا. ما تعرفش، يبقى طبعا. لازم اكيد، وانا شايف ان هو عاملها كويس، اكيد شايل مجموعه في دماغه ان هي بتاعه المباراه، وفي خدمه المباراه دي لخدمه مباراه افريقيا. طب هو السؤال هنا، هل المجموعه اللي هتلعب المباراه النهارده هي دي المجموعه المناسبه لقوه فريق سماد ابو قير مثلا؟ اكيد. بص يا كابتن، احنا بنتكلم في النادي الاهلي. النادي الاهلي ال 30 لعيبه اللي في القايمه، حتى اللعيبه الناشئين، يجب ان هم يكونوا من افضل من لعيبه من فرق في الدوري الممتاز، مش في الاولى، مش في الدرجه الثانيه. فانت بتتكلم، دي فرصه كبيره قوي انك انت تجهز لعيب، فرصه تعلن على لعيب. يعني النهارده لو شفت تشكيل النادي الاهلي، في اصابات راجعه عاوز يديها ثقه، وعاوز يديها وقت، وعاوز يديها جاهزيه. وفي ولاد صغيرين عايزين يثبتوا نفسهم، وفي نفس الوقت لاعب ولا اتنين كبار عاوز يثبت نفسه، علشان زي ما تقدر تقول ايه، يعني مش عاوز اقولها بالطريقه دي، علشان المفترض ان تسويق، او بالمعنى الاصح انه جاهزيه عشان يشتغل في حته، فاهمني؟ كويس. فدي بس افكار بس كتير. بس معنى كده، يعني لو كان المنافس غير ابو قير الاسمده، كان ممكن تشكيل الفرقه ده يتغير. بص يا كابتن، كل مباراه وليها رجالتها. في اوروبا كده او في مصر كده، في الانديه الكبيره. فانت ممكن تكون انت مادي اداء هايل المباراه دي، والمباراه اللي بعديها ممكن المدرب يقعدك احتياطي او يخليك بره السكور. ليه؟ لان هيلاعب فرقه يعني فيها حته تكتيكيه ممكن يبقى انت تناسبها، مش اللاعب اللي لعبه وكان كويس. هي دي الاحتراف. هو دي الفرق الكبيره. الفرق الكبيره المفترض يا كابتن انك انت عندك ال 30 لاعب يبقوا جيدين، ال 30 لاعب يبقوا كويسين. هي بقى الفكره اللي انا بقول لك، وصعوبه المباراه النهارده، في انك انت تطوع كل الظروف اللي انا اتكلمتك عليها دي، وفي نفس الوقت انت النادي الاهلي بتلعب على جميع البطولات طبعا. لازم تكسب النهارده علشان تقدر تكمل، علشان دي بطوله مهمه بالنسبه لك. والمفروض كمان ان هي ما تبقاش الفوارق كبيره جدا في بين اللعيبه وبعضها في النادي الاهلي. بتتكلم على فريق بطل. وحاجه تانية يا كابتن مهمه جدا جدا، يعني انت بتتكلم في نهايه موسم. نهايه موسم كله ليه اهدافه. كانت كلاعب ليك اهدافك، كاداره ليك اهدافك، كمدرب بيبقى ليك اهدافك. فكله لازم يطوع للفرقه. بمعنى انك انت لما تاخد فرصه، اي لاعب ياخد فرصه لازم يمسك فيها كويس طبعا. بالذات انت في نهايه الموسم. المدرب نفسه، يعني موسيماني نفسه ياخد بطولات كتير مع النادي الاهلي. أكيد. وهو جاي جعان بطولات مع النادي الاهلي. أكيد. جاي وحاطط كل امله ان يعمل سي في كويس من البطولات. ده بالنسبه لموسيماني. انت كاداره طول عمرك بتلعب على البطولات. طول عمرك عايز تاخد كل البطولات اللي انت بتشارك فيها. صحيح. كل البطولات اللي انت فيها. من هنا صعوبه المباراه. اتمنى ان المباراه يبقى ظروفها حظنا كويس، وظروفها تبقى سهله، زي ما الكباتن قالوا، الكابتن علاء والكابتن اسامه، ان نجيب جون بدري. لو جبنا جون بدري، اقدر اقول لك ان العافيه شويه تقل، انك انت بتحضر للي جاي، تبقى اهدى شويه. وكمان نتمنى عدم الاصابه لاي لعيب النهارده من النادي الاهلي. اكيد طبعا، ان شاء الله باذن الله.